اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. نرحب بكم من جديد من هنا من دوار الشراطة بجماعة القصيبية اقليم سيدي سليمان. اليوم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي في هاد اللحظة وفي هاد البث المباشر الخاص والاستثنائي مع هاد الفتاة هادي ومع هاد الشابة اللي اش غادي نقول لكم، والله العظيم الى اللسان ديالنا عجز انه يوصف الكلمات، ولا ما تر كلمات ما لقيناش باش نقولوا. هاد البنية ديال 18 سنة الان اللي كتشوف راسها حياتها ضاعت بسبب روائح كريهة وبسبب تلوث وبسبب بصراحة ونقولوها بدون يعني بدون مجاملة وبدون نفاق، انه بسبب الاهمال ديال الوالدين شوية، وانه الله يحسن العوان الناس ما عندهمش، والفقر خلات انه يضيع بنته من يدو. الان هاد البنيه هادي من بعد يعني 8 سنين وهي عايشه كباقي اقرانها، كتشوف كتاكل كتشرب، عايشه حياتها كامله كما 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 تريد كما كما كنقولوا، لكن قدر الله ما شاء فعل. اليوم كتلقى هاد البنيه راسها انها اصبحت بصيره ما كتشوفش، الا ما كانتش اختها في يدها ما تمشيش، الا ما كانتش معها الاخت ديالها اللي تقودها واللي تزيدها من هنا لهنا ما كتقدرش تزيد. اذا ف لا حول ولا قوة إلا بالله. غادي نخليكم مع سلوى هاد الشابة اللي اليوم هي ولات كتهز الهم ديال اختها وديال عائلتها وديال يعني هازة هم كبر منها. غنخليكم معها هي تسمعوها أحسن، لأنه والله العظيم إلا ضراتني في الخاطر ديالي ما غنقولش لكم، لأنه اللي في قلبه الإنسانية غادي يشوف هاد البنت هادي وغادي يحس بها الآن. غنخليكم معها مباشرة. اختي سلوى أنت معنا على المباشر على شوف تيفي، شنو تبغي تقول للناس اللي كيتابعوك الان؟ اكثر من 300 ديال الناس اللي كتشوف فيك الان على المباشر داخل ارض الوطن وخارجه، وصلي رسالتك. كيفاش وقع لك اختي؟ ها هما الناس معك، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. رفعي صوتك شويه. السلام عليكم، سميتي سلوى الهزيري. ما بقاش عندي البصر ديالي بسبب ريحه كارهه، يعني باختصار هاد الريحه هي ديال البيبي. من بعد ما بقيتش نقشع. انت بدا لك هاد الشهر؟ كانت في عمري 8 سنين، كنت نقرا في الثاني. كنت كتقرا مزيان؟ كنت كنقرا مزيان، تنجيب 6 نقاط 8 نقاط، المهم ديما انا الاول. لا كاينه جوج خوتي تمني. نعم. من بعد فتقت البصر ديالي اللي كنت نجي حدا ديك الريحه وتنشمها، ما بقيتش نشوف مزيان. تعقدات حياتي، ما بقيتش تمشي عند الوالد ما تيبغيش يعطيني فرصه، يعني ديما مشغول ديما خدام، عندهم الدنيا في راسو. عنده 5 الوليدات تيخدم 14 مليون نهار، كيعيد لها ديك 14 مليون نهار. يعني كان بحال اللي معقد على الدنيا، عنده الاولاد وجهز هذا الهم كامل وباقى صغيره. وبقى من بعد بقيت تنقول له ديما، وتيقول لي على الشمس. حتى واحد النهار باش بداك المشكل في الاول باش كنتي كتحس؟ تنحس عب الضباب، الضباب على عيني. من بعد ما بقاش نقشع مزيان، واحد النهار حتى في ضغط جا يوم ما عرفتش راسي فين غادا. ما بقيتش نشوف كاع، ما عرفتش راسي فين غادا. تما فين طحت واحد البير غارق، طحت في بير هو يجي ملي جا واحد عرفوني، ما بقيتش نشوف، ما يخرجش ما تنشوفش. عاد عرفوني ما تنشوفش، عاد دوز هذوك الايامات ولا تيجمع الفلوس. واحد الثاني الطبيب ملي مشيت للطبيب قال له هذه ما بقى عندها امل، ما بقاش تشوف مره. صافي ديها لداركم، قابلها بارك الله هديه، قبل بيها وقابلها. قالوا كنتي تقدر تجيبها من اللي بداها المرض، ماشي تافاتها. تافات فيها الفوت، عاد جاي فال عندي. ومن بعد بقيت تنكي، بكيت بزاف. واخا دابا ما تنقدرش نبكي، حيت شاده في راسي ولفت هاد الشيء.
ولفت 17 عام هادي وانا ولفت 18 عام هادي وانا مولفه. الله ما بقيتش نبكي وتنبي راسي راني فرحانه واخا على يدي الغاضة. دموعك غاليين اختي، دموعك غاليين. وليت لا ما كانت اختي الصغيره عندها 7 سنين وليت معقده معايا بحال ولات عايشه نفس الحاله ديالي. ما بقيتش نخليها تحرك من بلاصتها، ما تلعب، ما دير حتى شي حاجه، هي اللي تبكلني، هي اللي تلبسني، هي اللي ندير اي حاجه على قبلي. ولات معقده هي من جهتي، ولات بحال اللي رافده نفس داكشي اللي رافده انا. يا خرج الوالدين ديالي راه هي اللي غتكون معايا. شفنا هي اللي كانت جايباك دابا، راه دابا هي اللي جابتني، وهي اللي غتزيدني، وهي اللي غديني تلقى بابا، وهي اللي غتقعدني، وهي اللي غدير اي حاجه. تمدد الناس هي اللي تفرش لي وتغطيني، من ترفيق الصباح هي اللي تنوضني تخرجني، هي اللي تبطرني. الارض ديالكم فين جات اختي؟ جات في جنب هاد الكوارع. ديال اش هاد الكوارع؟ الكوارع ديال البيب. ديك الريحه اللي كتخرج منهم، ديك الريحه اللي تخرج منهم نهار تنكسل. كنتي كتشميها ملي كنتي كتجلس؟ ديما كانت كتحرقك؟ ديما كنت تشمها تطلع لي مع عينيا. في الاول ما كنتش ماديها فيها، من بعد ولات تتحرقني من العينين ديالي. على السوايع كل نهار 4 سوايع مع الصباح 4 سوايع، معليش ما كتبدليهاش نفس البلاصه. واخا تنزيدو تبقى الريحه دايره عليك. نعم كملي لنا. مشيتي عند الطبيب؟ مشيت عند الطبيب، هو اللي صافي مني فتح لي فندقني الامان. درت واحد الدواء، من بعد الوالد كان ما عندوش كما تعرفوا ما خدامش، الفقر ما رضنيش عنده، ما رضنيش. شنو نشوف الحياه عندي ولات بحال لي بحال لي عاد ما بقيتش. الحمد لله على كل حال، وشكرا. وتنتمنى شي محسن ولا محسنه يشوف من حالي. ديالك دابا شنو بغيتي زعما لخوتك المغاربه اللي كيشوفوك الان، شنو بغيتي منهم؟ بغيتهم غير يعاونوني، تنتمنى منهم يديروني بحال بنتهم، بحال اختهم، بحال اي حاجه، ويشوف من حالي وربي غادي يجازي. تنتمنى. كنت عندك اختي طموح؟ كملي. انا كان عندي طموح، انا كنت باغيه نقرا ولكن للاسف ما قريتش. شنو باغي ديري في حياتك اصلا؟ كنت باغيه نقرا ونوصل ونقتل الوالدين ديالي من هذا داك الفقر اللي كنت نعيشو. شنو فيه؟ كنا خبزه تنبرقو على كله خبزه. واحد الايام تولينا عشنا بالخبز والماء، يعني ما بقيناش تنسوق وما بقيناش نديرو شي حاجه. امتى هادشي؟ في الايام اللي كان الاب ديالي تيجمع الفلوس باش يديني للطبيب. تاكل خبز والماء باش يديك الطبيب؟ خبز والماء واتاي، صافي هادشي اللي كنا ناكل، هادشي باش عشنا هادوك الايامات. من بعد عاد وفرت له الفلوس، كلشي العائله زعما ماشي حتى واحد فيهم ما تقول لاباس عليه، كلشي فقير، حتى واحد هاز ويقدو. ما بقيناش نقدرو نديرو حتى حاجه. من بعد عاد داني الطبيب، وملي قالو لا بحال هذيك الفلوس بحال اللي مشات عاقل، بقيت نقول لكم عاقل اللي الوالدين يعيشوا بها هذوك الايامات اللي كنا تنتعاسبوا فيهم، ما بقيناش عايشين. وعند قال لي بابا شي مشكل، المهم عرفنا وبقينا بحال هكاك. ما بقيتش نقول، وليت انا كنحشم نقول ندير الطبيب، تنقول دابا ندي فلوس ونخسر على خاويا، فلوس ما يكسب بها خوتي ولي يعطيهم باش يشريو شي حاجه باش يقراو، مش انا نقول نعطيهم فلوس باش نخسرها. اللي تنفكر فيهم هما اكثر ما تنفكر في راسي. شنو دابا الامنيه ديالك اختي؟ الامنيه ديالي يجي شي محسن ويا محسن يعاونوني، وشكرا. بلا شاسمه الان غادي نسمعوا الاب ديالها حتى هو. السلام عليكم، كنقدم لكم راسي العزيري بوعزه، السكنه القصيبيه، العمل سيدي سليمان. انا عندي البنيه كم ديال المغاربه، ما كنتش عارف كيفاش بنتي غتخطى هذه الحاله. نقول عارف الباديه حنا ما قاريينش، ودابا رانا في المحنه معها. انا خوتي راه ما تتصوروش تكون غادي قدامي وتطيح في هذيك الساكن تشوفنيش، انه ورا انا ما شتهاش وتنبقى نتالم. انا المهم حزين عليها كل نهار، كل نهار تنحزن. لكن غالب الله دابا تنسنى تنتمنى شي محسن ولا محسنه يعاونوني هاد البنيه. ما
الله يرحم والديه. علاش ما جريتيش بها من الاول؟ انا كدورهم ما تسمح ليش، خدام 50 درهم 60 درهم 70 درهم. نعم انا كنت ولد موقف، خطره نخرج خطره لا، خطره نخدم ب 50 درهم، خطره 60 درهم، خطره 70 درهم. جاوب جاوب، شوف لي شي واحد من الناس اللي كيتصلوا بك. شكون كتعرف هذيك النمره؟ لا ما نعرف. شوف شكون قطع قطع. يلا كمل لينا كمل لينا. تنخدم بهذيك 50 درهم 60 درهم، يعني انا ولد الموقف، كتعرف ولد الموقف بلا اوراق بلا حتى حاجه، خدم نهار والله يعاون. ولكن الشريف انت دابا ضعتي في بنيه، راه خليني الموقف وخليني تنجيب هذيك 50 درهم. اسمع تنجيب هذيك 50 درهم بحال كيفيه، يعني تنقري فاني دراري اخرين كبر منا وعندي ولاد قلل منا وصغر منا وتنوكل وما ما فعاليش. احنا العربيه ما تنعرفوش، شكون نعرف انا هذيك الساعه قطعت لحمي وما نخليهاش تشي ليا، ما نخليهاش تدير لي. حنا ما عارفينش قيمه لبا، انا اللي عنده شي معوق ولا شاف شي معوق خصو يقرا له حسابه. انا اللي عشته يقرا له حسابه اي معوق. لا بنتك ماشي معوقه، ما بقاش تقول معوقه. لا كاين اي اي حاله معاقه باش تكونوا فاهمين انا وياك من هنا ونقول لك على المباشر. بنتك ماشي معوقه. الو الحمد لله امراه مقاده زين الناس، ما تقولش لها معوقه. سمعتي ناس؟ ماشي معوقه. لا بنتك ماشي معاقه، ما تقولش هذه الكلمه هذه باش ما تطيحش لها نفسك. لا اسمع لي دابا، انا كنعيش ظروف ديالها، ما عندي كي ندير. المهم انا ما عارفش. نعم. ما عرفت انا قيمه الطفله وهذا كوز ما ديتهاش في الحال. دابا هاد الريحه اللي كتقولوا، هاد الريحه اللي السبب ديال هادشي كان هي البنيه. دابا البنت الاخرى هي غاده في الطريق. دابا حنا اشنو غنديروا في هذا المعمول؟ تيجيو الناس مسؤولين كبار بفلوسهم تيتغاو على الدراويش، تيحطوا لهم واحد فواك، وكاين راجل وانسان يدير هذه بنته وحنا ولاده وعائلته، ما يخصوش يحط لك ورانا. هو اللي دابا هو تي حنا الدراويش ما عندنا ما نديرو، والناس المسؤولين هي السبب. والناس تقول لك برا الريحه راهي. الناس المسؤولين خاصهم ما يسنيولوش انا، ما يحطش هذا. وانا عندي 700 متر في حياتي في المغرب كامل غادي نحط فيها، غنعيش فيها 700 متر. هو عنده فيرم، واش انا يحط لي هو هنا؟ انا 4 متر ما بينه وبينه. ها البلاد ديالي الكاريف، الكاريف مع كاريف 4 متر. دابا اذا هو عندنا 700 متر، فين غنمشي؟ فين غنمشي ناخذ شي بلاد شي واحد؟ انا بحال كنجيب القوت، خاصني نسكن فيه هذيك 700 متر ونعيش فيها. فهمت فهمت. هو جاب الكوري ديالو هنا، شرا معمر كرا حط، ما مسوقش للبنادم. تنمشي ونشكي وما ما كاينش، اش غنقولوا هاد القياد الجداد؟ القياد الجداد لا، اجاو لك بالقاو هذاك الشيء اللي فات فات. القياد اللي دار عطاوه الرخصه وهذا مات ومشاو بحالهم، النيه اللي سناولو مات ومشاو بحالهم. حنا ما تبان لنا، حنا ما تبان لنا بهذاك المشكل. تلقيت انا بناتي العائله بزاف اللي تضرت. انا عاد ولات عندي 75، هذيك الساعه تاكد بان هو 75%، هذا الكوري هو السبب. هذه التلوث والدبان، تعرف الدبان تلقى حط لك على عينيك، على عينيك وكا تياكل لك الدموع ديالك. الدبان تياكل لك الدموع ديالك اصاحبي، الدموع ديالك تحط لك غادي غادي دير لك على عينيك. جيت تاكل جيتي تشرب يحط لك الدبان، يحط لك هذه هذه بدا دايرها الطفله بدا على الماكله على الدبان. حاضيه معاها، حاضيه معاها، انه طيح لها في المرقه، طيح لها في الخبز، طيح لها في الماء، طيح لها في اي حاجه. هذاك الشيء. ودابا اشنو كيقولوا؟ عندك ما دير، تيجيب هو واحد اخر، تيجيب ثاني هذوك صحاب اللجنه ديال هذي ويدوزهم ويدير اللي بغى، ما عارفش. تيصالحوا هذاك الشيء، تيقادوه ويجيروه، عاد تيجيبوا اللجنه. المهم ما يجيوش نهار الغبار ولا هذا ولا. انا كنعرف اللجنه اللي غدوز، دوز مباشره، دوز تجيب هذا فرد. بلا ما تعلم. بلا ما تعلم، ما يجيش معاه مولك ولا. نهار اللي تتكون نظافه، بالعكس نهار اللي تتكون نظافه، ونهار اللي تتكون عايشين فيه الاداب. ما تيجيوش. انا عندي 700 متر وساكن هنا، وجدي هنا وارث على جدودي، با وارث على باه، وانا وارث على جدي، هو عاد جاي شرح. اذا غيحرم مول 700 متر وراء عائله هنا. انت غتولد، انا غنولد، وانت غتزيد تحط، وانا غنزيد نحط، فين غنمشيو؟ باقي غنزيد نحط واحد على الكواره نيت.
حداهم نيت شتي هاد الارض، هاد الارض انا تنوقع فيها كاين خيمه هنا وخيمه ليه، وغادا غادا تقفل. اذا هاد السيد لا احنا من بلادنا ما بقاش غنمشيو، معينا الماكله معينا الكرا نوليو نكريو. نعم باش نوليو نكريو. هنا عندنا ديك 700 متر هاد البنيه دابا حتى هي مسكينه، حتى هي بقى يعني كانت باغا تقرا باغا توصل باغا تزوج حتى هي دير وليدات. الطفله تسولني لها السؤال نيت تنقول لك، تقول لي يا با من غادي مات اللي تحيد راسك، عندي خويا عنده خو اكبر منها يقدر مرتو تبغيني تطيح مني النص، فهمتي؟ تطيح مني النص تقول لي الكلمه وتتعلقني، تطيع من النص تنقول لا بنيتي من هذاك الشيء ديال الله عصى لي وطلبي الله، الله خالق ما يضيعناش. قالت مسكين واحد الكلمه قبيله، قالت لك انا بغيت انا نمشي انا قبل من والدي، انا ما نتكرفش. جات عندي واحد خالتي ثاني من سيدي حيا، قالت له ودي كاينه شي جمعيه كذا، انا ما عارف لا جمعيه لا شي حاجه، هي سمعت دوختها في راسها. شنو دارت؟ عاميه مشات للكياس وركبت سيدي حيا وساعدوها الناس، ومشيت ولقاوها مرت لاكسيات وغوت في التليفون لقاوني تعرفوني، قلت لهم شدوها تنجيلها، ومشيت جيت وما درت لها والو، كنت مساعد بنتي عاميه تعرف عاميه، ركبوها وداوها من هنا 23 كيلومتر لخطوها لسيدي حيا. سيدي حيا مولنا والخط وتبعتها بحال هكا ورديتها، قلت لهم انا نقلب على الجمعيه فهمتي، عاد شديتها وعاد وليت انا قلت الطفله غادي تشرد لي انا نقدر نساعد معاها. شنو بغيتي دابا خويا؟ دابا تنطلب من شي محسن ولا شي محسنه يشوفوا هي الوجه الله لهاد البنيه. هي ما انا ما كنطلب ما حتى لا فلوس لا حتى حاجه، اي عاونوني لها البنيه بارك عليا جزا الله بخير. واخا مشاهدينا الكرام، ما غاديش نخبيو عليكم هاد الواقعه هادي، وما غنخبيوش عليكم الحاله ديال هاد البنت هادي، ما لا حول ولا قوه الا بالله. بصراحه ما قدرناش انه ما قدرناش نشدو دموعنا وما قدرناش نسمعوا هاد الشيء هذا، لانه كنبقاو في الاخر كتبقى انسان وكنبقاو عندنا وليداتنا وما غنبغوش شي واحد يوصل لهاد الحاله. بنيه ديال 18 سنه الان هي لا قرايه لا زواج، من فوق هادشي كامل هز الهم ديال الاسره ديالها وهز الهم ديال العائله ديالها. اذا ف انا شخصيا والله ما قدرش، والله ما قدرش انا اليوم اول حاله انسانيه غادي نبان معها، وخصوصا مع هاد السيده هادي، لانه صراحه قطعت في القلب ديالنا، وما نبغيوها حتى شي مغربيه وما نبغيوها حتى شي بنت، لان هادي انا اعتبرتها اختي اعتبرتها بنتي اعتبرتها اي حاجه، لانه ممكن حتى انا بنتي يوصل لها في حال هكاك. وتوشاتني صراحه خوتي المغاربه، واللي كنتمنى اللي كنتمنى وكنقولها من القلب الخالص، انه يكون الدعم ديالكم وتكون المساعده ديالكم. هاد البنت هادي بنت المغاربه كاملين، ما غندويش على المسؤولين، ما غندويش على الكوري، ما غندويش على التلوث، ما غندويش على الريحه. اللي عطى الله عطاه، اللي عطى الله عطاه، ولكن حاجه واحده اللي غندوي عليها هي الجانب الانساني في كل واحد. كيما بغيتي تكون مستثمر، كيما بغى يكون نوعك، كيما بغى يكون نوعك، راه كنعرفوا شنو الناس راه كتخسر الملايين غير في الملاهي وفي الخوى الخاوي. ها هي سلوى الان، هذه بنتكم، باها هو قدامكم ما خبى علينا والو، داكشي اللي كاين قال لكم خوتي المغاربه على قناتكم قناه شوف تيفي. الرقم اللي موضوع تما هو الرقم ديال الاب مباشر. انا اللي كنتمنى الان، وهذه كنقصد خوتي المغاربه اللي كيشاهدوني لا داخل الوطن ولا خارج ارض الوطن، كلكم اباء وكلكم امهات. هاد البنت هادي با هو كيعترف كيقول لك الله غالب، الله غالب، ما عندي ما نقدم وما عندي ما نعطي لهاد البنيه هادي. فوالله العظيم الى هاد اللايف كامل وانا كنبكي وانا كنصور معاها، ما قدرتش انه نمشيو، يعني لا حول ولا قوه الا بالله، لانه ملي كتسمع بحال هادشي وكتسمع بنيه في هاد العمر في هاد الشكل ومسكينه كتقول لك، وخصوصا من سمعنا واحد الكلمه ديال كيقول لك انا مجرب حياه المعاق. هاد الكلمه ديال المعاق اخوتي ما بقاوش تقولوها، راه كتاثروا على الناس، راه كتضروا هاد البنيه هادي هي الاولى. شوفوا دموعها كيفاش كطيح. اللي كنطلب الان مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي داخل الوطن وخارجه، كنقول لكم سلوى بنتكم
واليوم بغيت مسؤوليتها تكون عندنا كاملين وكل شيء يتحمل المسؤوليه. حنا وصلنا لكم الصوت ديالها، وصلنا لكم الحاله ديالها، وصلنا لهذه المنطقه من بعد تقريبا 70 ولا 80 كيلومتر باش وصلنا عندها من مكناس، وحنا جايين حتى لعندها باش نوصلوا الحاله ديال هذه السيده هذه. غادي نقول لكم على التلوث ولا داك الشيء، يكفي اننا استضفنا كوب 22 في المغرب وشفنا التوصيات اللي خلى صاحب الجلاله الملك محمد السادس. وحنا ماشي ضد المشاريع وماشي ضد الاستثمارات، ماشي ضد هذا الشيء كامل، لكن مع استثمار المواطن، مع استثمار اللي كيراعي مصلحه المواطن، مع المشاريع اللي غدير التنميه وما غدرش البلاد. الا غدر لي الفرشه المائيه وضر لي راه هذا الشيء كيضر لي فوق الارض واللي تحت الارض، باش نكونوا واضحين ونسميو الامور بمسمياتها. وانت المسؤول، تحمل مسؤوليتك، تحمل مسؤوليتك امام الله وامام الوطن وامام الملك، لانكم بهاد التراخيص وبهاد المشاكل هذه. حنا ما كنقولها واعيد قولها، لسنا ضد اي احد، اتينا هنا لنقل لكم الواقع اللي كاين، لكن ها ضحيه. وقبيله على المباشر شفتوا معنا ضحيه اخرى اللي مسكينه كدير رابوس، والعدد الضحايا كبير بسبب هاد الروائح وهاد التلوث. اللي كنتمناو يكون تدخل عاجل وتدخل صارم لتطبيق القانون، والقانون فوق الجميع، القانون فوق الجميع. نعم للتنميه، نعم للازدهار، لكن ما غاديش ندخلوا. والان كنسمعوا بعض الاتصالات اللي كتجي الان على المباشر، خلي معنا طريق الان بداو كيجيو اتصالات على المباشر. هاد السيده هو كيدوي معاها دابا شي ناس، الله يجازيكم بخير، ما غنساوش الخير ديالكم. سلوى بنتكم، شوفوا غير الشوفه ديالها كيفاش كتشوف، وحق الله العظيم الا كتقول هاد السيده راه كتشوفك راه يعني راه بصير، راه يعني راه بحال كتشوف، ولكن مسكينه هي راه ما كتشوفش. هاد الدريه الان راها بصيره وكفيفه، سمعنا انها طاحت في البير. الان غنسمعوا هاد اللقاء، هاد المكالمه اللي كيجريها الان الاب مع احد المحسنين، واللي كنتمناو يكون التدخل ديالو يعني يكون فعال. دابا انا ما عارفش شنو بالضبط نقول لك. المرض ديالها مشيت عند داك الطبيب قال لي ديالي عندي ما بقاش تشوف، محلي النار ديالها، قال لي ذاك المرض ما عرفتش انا كيفاش قالوا لي كاع، ما نكذبش عليك. عندك الوراق ديالها؟ عندك الدوسي ديالها؟ ما عنديش، عندي كان عندي واحد الوراق صيفطتهم لواحد الجمعيه ما ردتش عليا دابا شي شهرين. دوزي انا ما درتو عافت بين المخزن انا وعطيت لواحد الجمعيه ما ردت عليا ما قالت لي حتى شي حاجه. جزاك الله بخير، الله يرحم والديك. الله يرحم لك الوالدين. شكرا اخي، شكرا شكرا اخويا. شنو قال لك هادسي؟ صافي شكرا. امين اخي امين. كما كتابعوا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، الان هذا الاتصال ديال هذا الاخ هذا الله يجازيه بخير، واللي كنشكروا على هذه المكالمه. الحمد لله باقي الخير في المغاربه، حتى اللي ما قدرش يعاون خوتي المغاربه مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، فراه ممكن انه نعاونوا بالبارطاج باش هذه القصه ديال سلوى توصل، وهذه الواقعه ديال هذه الشابه اللي كنقولها واعيد قولها، شابه جميله وها هي قدامنا، ما كنخبيو حتى شي حاجه. الى الجمال جمال ديال الله سبحانه وتعالى، ولكن احنا كنشوفوا هذه البنيه قدامنا ما بغيناهاش تضيع بالفقر. اولا راه الفقر صعيب اخوتي، لان احنا كنسمعوا الاب ديالك يقول لك الله غالب. انا والله ما نكذب عليكم، الى قبل من هذا اللايف الى درت فيه قلت لها شريف دير اللي بغيتي دير، ما تخليش بنتك تعمى من عينها. اخويا جي سرح انت وخلي بنتك جالسه في الدار. واش هاد الملائكه هادي اللوحه الزنقة تضل مجبده في اللوحه الاخرى تضل نهار كامل وهي سارحه؟ الله يهدي بعض الوالدين، انا غنقولها من هنا على المباشر، الله يهدي بعض الوالدين اللي كيتبعوا طمع الدنيا وكيلوحوا ولادهم للتهلكه.
راه الله يهدي الله يحسن العوان اولا، ولكن راه كيبقى راه كنقولها وكنعاود نقولها، راه جوعي في كرشي وعنايتي في راسي، راه مثال مغربي هذا واضح، راه وليداتك راه هما الاولين، راه ما يمكنش انا غادي نولد وليدات خمسه الوليدات ولا اربعه الوليدات ونكرفصهم. ها النتيجه الان قدامنا، البنيه ما استحملاتش، باقا صغيره 8 سنين وقالت حدا الروائح ديال بيبي والروائح الكريهه والدبان، احنا الان كنصوروا في هذه اللحظه والدبان راه كياكل فينا وناموسه، يعني راه ماشي وحده ولا جوج، راه العدد كبير. الان كنتمناو تدخل ديال المسؤولين، كنتمناو انه حتى انتم اخوتي المغاربه والناس اللي كيشاهدونا نعاونوا بالبارطاج، نعاونوا هذه البنيه هذه ونساعدوها، كنتمنى الرساله توصل. شكرا اختي لينا، شكرا وداد، شكرا كاع الناس اللي كيشاهدوني الان في هذا البث المباشر، شكرا على التعليقات ديالكم، كنتمنى تعاونوا بالبارطاج، نبارطاجيو هذه الحاله هذه، نخليو يعني حتى اللي عنده القدره باش يعاون ولا باش يساعد هذا الاب وهذه البنيه يعاون سلوى. انا كنقولها، انا ما كنباغيش كندويش على الاب، ما كندويش عليه، انا كندوي على سلوى، الا كاين شي حاجه يعاونوا سلوى. سلوى هي اللي محتاجه العوين، والان اختها راه عندها 7 سنين، راه ما بغيناش ناخذوها معنا لانه ممنوع علينا، هي العكاز ديالها كما قالت هي، هي مسكينه، هي اليد اليمنى، هي اللي كتوكلها تشربها هي كل شيء. هذه البنيه اخرى حتى هي غتضيع، راه ما بقاتش غير بنيه وحده، وتا هي كتحك في عينيها وتا هي كياكلوا عينيها. فمره اخرى مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، واش هذه البنيه الصغيره حتى هي كتصيفطها تسرح؟ ما كتصيفطهاش تسرح، ما كياكلوهاش عينيها. بعتك بعت عليك مع هذيك العائلات بعتهم، صافي ما بقاش عندي، ما بقى عندك والو، صافي هذوك النعجات على حسابها، بعتهم هي شاهدوا عليا على حسابها. من هذاك النهار كنتي كتبغي تمشي تدوز لها كتاكلوا خويز امي، صافي بعت هذاك الشيء ما بقاش عندي، بعتهم انا كنت عشادهم بالنص، بعتهم عطيتهم لمولاها ذوك النعجات. كما سمعتوا اخوتي حتى هذوك النعجات باش كان عايش، باش كان كي هذوك النعجات اللي على قبلهم مشاو العوينات ديال السلوى، ها هو صدق بهم. شتي على منظر، شتي على منظر كيداير. فمشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، امرا فضلا وليس امرا، والحمد لله المغاربه راه حنا كنبقاو القلب، كنبقاو القلب الكبير، وكنبقاو الانسانيه هي المنبع ديالها هو هذه البلاد هذه، وكنقولها واعي ما اقول. حنا الحمد لله راه كنشوفوا راه المغاربه راه غير فيلم كيتفرجوا فيه كيبكيو معاه، لاننا ناس، لاننا ناس حنان، ناس كنحنوا في بعضياتنا. اي كاين الغضب، كاين الساعات ولا كاين المشاكل، كاين اللي كيكفرك شويه وكاين اللي كيقصح القلب، ولكن راه في الاخر المغربي غتجي توقف عليه طبطب عليه يقول لك الله يسامح، الله يسامح علينا. لكن الان غنقول لكم خوتي المغاربه، سلوى امانه عندكم، كنتمنى انه تدعموها ونعاونوها، هذه هي اللي تستاهل الدعم، هذه هي اللي تستاهل اننا نكونوا جنبها، على الاقل ما تبقاش عايشه، على الاقل نخفوا عليها، على الاقل ولو معنويا، يعني على الاقل نخفوا عليها غير هذا الشيء اللي كتحس به، ما تبقاش حاسه براسها راها بوحدها ولا لا رحيم، لا حنين لا رحيم. حنا الان كنتمنى الاتصالات ديالكم تكثف، ونتمنى الاتصالات ديالكم تكون مع الاب ديالها الان، ها هما كيوصلونا الاتصالات، نتمنى شي حاجه اللي تفرحنا وتفرح سلوى وترجع لها الابتسامه ونشوفوها ضاحكه. وغادي نجيو وعلى المباشر مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، وغنقولوا لكم ها شنو وصل لسلوى، واي واحد عطى شي حاجه لسلوى غنقول لكم ها شنو عطاها، ها سلوى كيفاش ولات. فمره اخرى الله يجازيكم بخير، هاد 400 ولا 500 ديال الناس ولو انه العدد الخير والبركه، ولكن كنا كنتمنوا العدد يكون اكثر من هذا، كما كيكون في بعض الحوايج اللي ما اللي ما اللي ما خصهاش نورمالمون. ولكن ها هي معنا دابا الان سلوى، في انتظار الدعم ديالكم وفي انتظار يعني العطف ديالكم، لان هذه بنتكم اولا، هذه بنتكم، بنت المغاربه كاملين الان، مادام خرجت بوجه مكشوف وخرجت عندكم فهي طامعه في الكرم ديالكم وطامعه في العوين ديالكم. في نهايه هذا اللقاء مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، الرقم اللي موضوع عندكم على العنوان غادي ناخذه الان من عند الاب، وغنعاود نكروه وغادي نقول لكم، وغنتسنى ضروري انا طامع في الدعم ديالكم، ماشي ليا، ماشي للقناه، ماشي لتا شي واحد، لهاد البنت هذه. الرقم اللي عندكم الرقم ديال الاب ديالها، حنا غير وصلنا لها الرساله ديالها لعندكم. اذا الباقي والدور ديالها، والدور باقي عليكم انتم اخوتي المغاربه، واللي في الاستطاعه ديالو، لمن استطاع اقولها واعيد قولها. الرقم ديالك اشريف 066 زيد 71 16 58، كل شيء يكتب هذا الرقم هذا في لي كومونتير مشاهدينا ومتابعي قناه شوف تيفي، 066 71 16 58، هذا هو الرقم ديال شريف سوسميه العزيري بوعزه، بات سلوى العزيري، التلميذه اللي خلات الصف
وبركات مسكينه ما كتشوف ما والو. فكنتمناو ما غنقولش الجمعيات وما غنقولش المؤسسات الغير حكوميه وما غنقولش وزاره التضامن والاسره اللي هي اللي معنيه بهذا الموضوع هذا، ما غندويوش على هادو. ف هادو غنخليهم بوحدهم لانهم ما اش غنقول لكم، ما اش غنقول لكم، هما فواد المشاكل اللي كاينه بحال هاد السيده حنا كنسمعوا مشات مسكينه 23 كيلومتر.